حجزتوا يا شباب؟ حجزنا ذهب. ذهب. نعم. إيه الذهب يا ذهب أنت. حيوان بحرف السين. سنجاب. برافو. أنا قلت سمكة هذيك المرة وقال سنجاب. أنت تتكلم جد. يلا. بلاد بحرف العين. عين. عين. بلاد بحرف العين. بلاد بحرف عين. العين. عين. عين بالإمارات. عين. العين. خيو قال لي بتعرف نحسبها مع الحرف. خيو لا ما بصير على دور الغير. على دور الغير. عراق. لا لا نفس العين. العراق. يعني مستحيل ما تعرفوها. بدي اعرفها. استنى انت عربي ولا اجنبيه؟ برافو. عين العرب بتصير لانه مدن. ايه بس هي لازم تكون عمان. عمان. عمان محافظة. مسكت معنا صح. ما خيرت شلف. جماد بحرف الكاف. بوز. كاسي. حلو حلو. خسران خسران. الكاسي الكتاب العزيز. اسمه كأس. ايوه كأس كأس. ايه كأس العملية. ما الكأس. فاكهة بحرف الهاء. هند بي. عفوا هي خبرة. هند بي. فاكهة. صحيح بتصير بتصير خبرة ولا لا؟ إلا خضرة بتصير؟ إيه بتصير خضرة فاكهة. هندوباء معناتها. بتصير؟ شو هي الهندوباء؟ أنا ما بعرفها. مثل البقدونس والرشاد والهدول. شكلها مثل الخس المجعلك. والله بحياتي ما راح أشوفها ما راح أعرفها. حرف الهاء. افتحوا أنت عزيز وأبو حمزة أبو يزن أنتم من مقصرين بحقكم تفتحوا الجوجل. حيوان حيوان بحرف الراء. راموس. افتح الجوجل. أسد. راموس. حيوان بحرف الراء؟ إيه. خلص قاله. شو قال؟ راموس. ما في راموس. ايش يعني راموس؟ عم اكذبك. ايش راموس؟ الكل عارف. ما له خبر تكون. ما في. لا شو ما في. انا استغربت كمان. حيوان بحرف الراء. هذا حيوان 2024. رباح. راموس. رباح اسمه. في راموس يا اخي. اسمه راموس. جاموس في. انا بقول الرنة اللي هو اخو الغزال. راحت الله راحت راحت عيد عيد غيره عيد غيره اقول لك راح انسان ايوه بحرف الشيم. شيماء. شيماء. يزن يزن برافو. شيماء شيماء عدهم هلا عدهم كلهم من ما بنعدوا عدهم ما ايش على السريع عد صدر صدر لو 3 6 9 12 15 18 21 25 لأبو حمزة خلاص لا تعد لهدوك لا 30 الفوز لا 30 الفوز يلا كمل ده 5 إذا نحفزنا 5 يلا فرق كبير بلاد فرق كبير بلاد بحرف ظا 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 هي الصاد ضاد ولا ظا 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 زبي لا زبي زبي ايه هو ظبي لا هذا ولا زي ما في يعني ما في يعني ما في خلاص حيوان بلاد بحرف شو ظ أستا ظريفي عفيفي شريفي غلط يلا بلاد بحرف بلاد بلاد بلد بحرف القاف سوريا قمشلي سوريا اه برافو عليك برافو خامشلي لا يلا راح مرق له يحط له خامشلي هاي التعريف واللغه العربيه خيول انت الوحيد اللي بتعرف اللغه العربيه بيناتنا انا ما حسب لي الهند ما ادري شو وقتها انا قلت لا الهند انت كده تقول انا قلت انت حسب نعم يلا انا ما حسب غيره 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 انسان بحرف الراء روان يا شو اسمه يزن روان فاكهه بحرف الكاف كرز صح والله يا يمن صح بلاد بحرف الالف استراليا برافو برافو اول سؤال برافو خالص يعني طلع طلع جماد بحرف الفاء جماد ايه جماد فروي اللي بنحطها هيك على يا فروي غالة بناكون غالة بناكون غالة بتكون درس ثقافي بثلاثي 30 مقابل 7 مدري 8 لا 18 20 20 6
تسعة 12 خمس 16 والله ما شاء الله نص أي نص نص أنت تتكلم جد روحوا نام ماشي يعني عزيز روحوا نام روح وهلا بعد ما كسبنا نحن تراهنا اللي اللي بيخسر بياكل ضربه على راسه بالقنينه ونحن فزنا لذلك انا رح خلي ساره تقوم تضرب بتبلش من عمو عزيز تخبطي على راسه تفضلي مسكيها منيح واحد اثنين خبطي كفو يا مين قبل اول كفو انا بعطيك 10 يلا على البابا لا ايه ما بدي اضرب كفو ابويا الغالي لا هاتي لا هاتي هذا الدراما تبع لحظة انت ما بتضربي عدي ما ضربتني خلاص هي ما بتضرب هي تبع الدراما تبع التيك توك هاي بدها قول جيبي جيبي على فينا هذه المارك لما لبيتك يا بيتها لما لبيتها والله لبيتها خلاص خلاص لبيته استاذ مصطفى اعطينا النتيجة النتيجة فريق ابو حمزة ويزن وسارة شو قد؟ لانه لكم ثلاثة كان نتيجتكم 30 ايوه شو عم تعمل انت؟ والفريق الثاني اللي هو ابو يزن وعزيز ويامن مع الاسف كان 16 وان شاء الله حظهم اوفر في المرة القادمة يا عزيز ويا ابو يزن ويا يامن بي ايوه وهاي توقيع والشاعر نقطة 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 لا ما اليوم ده صار مرة مع عمو عزيز شاعت أنا أفتح الكاميرا هلا مبروك المقلب مبروك مبروك الله وقت المغلب لله عليكم هاي بعد الفطارك يا صحصح زعل عمك عزيز يا يعني زعل راضي راضي ما بيزعل من اليمين ايه كمل اللي طلع اللي في اربع قطعات اللي في اربع قطعات قطعة ضربة الزلمة بدعت الكهرباء زعل عمك عزيز شو بدك تقول له؟ عمك عزيز في اربع حيطان في اربع حيطان في اربع حيطان قال له نقي واحد يعني انطح راسك لا 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 حطوا لايك واشتركوا بالقناة بحبكم كتير باي